السلام عليكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم العيادة النباتية. وطبقا لأسئلة حضراتكم عن الحشائش في كثير من المحاصيل، فعملنا النهاردة الحلقة ديت، وهنستقبل تليفوناتكم من أول الحلقة. أي حد عايز يسأل عن الحشائش النهاردة، هنتكلم عن الحشائش الشتوية، يعني لأن احنا في موسم الشتاء يعني. ونفتح المكالمات لو اي حد عايز يستفسر عن حشيشه معينه في محصول معين، احنا تحت امركم. واحنا عملنا الحلقه دي مخصوص عشان رسائل كتير قوي جات لنا بتسال عن مكافحه الحشائش واضرارها وازاي نكافحها. فانا طبعا قلنا بعد ما نعمل الحلقه ديت باذن الله هنستقبل تليفوناتكم اثناء الحلقه، واللي مش هيلحق مش الوقت مش هيسعفه في انه يكلمنا برضه يبعت لنا على صفحه البرنامج اللي متايده على التليفون اللي مكتوب على الشاشه، العياده النباتيه على الفيسبوك او ذا بوتونيكال كلينيك. هيكون معانا ومعاكم الاستاذ الدكتور عبده عبيد، مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا، وانا سعيد بوجودي في قناه مصر الزراعيه برنامج العياده النباتيه مع حضرتك الاستاذ الدكتور خالد عياد، وارحب باهالينا المزارعين في مصرنا الحبيبه، واقول لهم كل سنه وانتم طيبين واحنا تحت امرك. وحضرتك طيب يا فندم. دلوقتي كثير قوي من الناس بيسالوا عن الحشائش، وخصوصا النهارده الحشائش الشتويه، عايزين نتكلم عن الحشائش الشتويه واضرارها في المزروعات. هي الحشائش عامه بتسبب خسائر في المحاصيل اللي بتنتشر فيها، واحنا قلنا قبل كده ان الخساره في الحشائش بتتراوح ما بين 20 ل 30% بالنسبه للمحاصيل المختلفه. في محاصيل بتبقى قويه فتبقى الخساره فيها اقل من كده، ولكن في حشائش بتبقى حساسه جدا للمحاصيل وبالتالي الخساره ممكن تزيد. كمان انتشار الحشائش، طبقا لانتشار الحشائش ووقت ظهور الحشائش وكثافة الحشائش، الخسارة في المحصول أو في الحشيشة بتزيد. بعض الحشائش طبعا اللي هي متطفلة زي ما قلنا الهلوج قبل كده، ممكن الخسارة بتاعتها بتوصل ل100%. فالحشائش كآفة من الآفات الخطيرة بتسبب خسائر للمحاصيل المختلفة، سواء شتوي او صيفي او حقليه او بساتين او غيره. طبعا بالنسبه للحشائش بالاضافه ان هي ممكن تسبب خساره مباشره بالمنافسه مع المحصول وبتسبب له خساره زي ما قلنا، هي برضو بتبقى مصدر او ماوى لنقل الافات زي الامراض والحشرات، وبالتالي في خساره بتبقى بس بطريقه غير مباشره نتيجه لانك انت عاوز تكافح الامراض والحشرات، فبالتالي بتعمل تكاليف زياده. هو طبعا في حشائش معمره باللي هي صيف وشتاء. طبعا. وفي حشائش شتويه. وفي حشائش، هل الحشائش المعمره ديت حسب التغير المناخي ممكن اللي هي في الصيف؟ لا، هو الحشائش لما نيجي نعرف الحشائش كتقسيم نلاقي حشائش عريض حوليه وثنائيه الحول ومعمره. الحشائش الحوليه بتظهر في موسم زراعي واحد، يعني موسم الصيف الشتوي تظهر حشائش، موسم الصيف تظهر حشائش، ما بين الاثنين بتظهر برضو الحشائش، ومرتبطه بمحاصيل معينه يعني شتوي هتبقى معظم الحشائش الشتويه هتلاقيها منتشره في المحاصيل الشتويه، الصيفي يبقى معظم الحشائش الصيفيه. لا، انا بقول ان الحشيشه الحوليه اللي هي بتظهر في موسم زراعي او حول واحد. الشتويه تاخد فصل الشتاء. وبتبتدي قبل دخول فصل الصيف بتكون ايه؟ البذور بتاعتها. العكس، الصيفيه بقى بتبتدي تكون ايه؟ بذورها قبل دخول فصل الشتاء. الحشائش المعمره تختلف. اللي احنا قلنا الحولي بياخد موسم واحد، لا دي تاخد فتره طويله اكتر من موسم، فممكن تلاقيها تاخد فتره اطول، زي ما بنشوف الحشائش المعمره زي الحلفه والحجنه
والنجيل، لا هتلاقيها موجوده طول طوال الموسم، اكثر من موسم تلقاها موجوده. والحشائش المعمره تكمن خطورتها في قدرتها على انها تتكاثر باكثر من طريقه. لما بنذكر بعض الحشائش زي العليق مثلا، تكسر باكثر من طريق، ثلاث طرق ممكن تكسر، باجزاء من الجذور، اجزاء من الساق، بالبذور، بالبذره. لكن الحشائش الحوليه هي طريقه التكاثر بتاعتها عن طريق البذور بس، وتنتقل من مكان لمكان لكن المعمره دي باي اجزاء من النبات ممكن تتكاثر، كرومات، ريزومات. وبالتالي لما نقول انهي اسهل في عمليه المكافحه، هتلاقي ان الحشائش المعمره صعبة المكافحة تماما، وتحتاج لعمل برنامج طويل ممتد، يعني مش من السهل ان انا ارشها بالمبيد واتخلص منها. لكن الحشائش الحولية سهلة التخلص منها، عن طريق ايه؟ عن طريق انك انت تشيل تقلع النبات او تتخلص منها باستخدام مبيدات. لكن المعمرة زي ما قلنا صعوبة، وصعب ان حضرتك قلت لنا في حلقة قبل كده ان حكاية القضاء الببرم على الحشيشة ده ضرب من ضروب الخيال. طبعا يعني ده كل الافات كده، ما بقدرش اخلص عليه. لا لازم مستمر، توازن بيئي، لازم تستمر الحشاش، ولكن انا بنخفض او بنقلل من الخسائر، نعملها كنترول، نتحكم فيها، بنقلل من الخسائر اللي ممكن تحدثها للمحاصيل. بس دي الطريقه اللي ممكن نتغلب بها. طيب الحشاش المنتشره حاليا، احنا لو شفنا المحاصيل المنزرعه هتلاقي القمح، الشعير، الفول البلدي، ده اليومين دول هتلاقي الفول البلدي، هتلاقي البنجر، هتلاقي البصل، الثوم، هتلاقي الحشائش المنتشره فيها اللي هي الحشائش اللي احنا بنسميها الشتويه. والحشائش دي بنقسمها يا اما ورقتها عريضه زي ما ذكرنا من قبل، او ورقتها رفيعه او ضيقه، فبنسميها حشائش نجيليه، حشائش عريضه الاوراق اللي ممكن نلاقي منها زي مثلا السلج، الحندقوق، الجعضيض. انا في شويه صور هنا، يا ريت الاستاذ هابي بس يزعل لنا الصور بتاعه الحشاش. الحشاش الضيقه هنلاقي منها الزمير، الصامه، الفلارس، هنلاقي مجموعه من الحشاش. ولكن صعوبه التفرقه ما بين الحشائش النجيليه وبعض المحاصيل النجيليه ده هو اللي بيؤدي الى ايه؟ خساره في هذه المحاصيل. يعني لما ناخد محصول زي محصول القمح، محصول القمح من المحاصيل الاقتصاديه الهامه والمنتشره، وبيزرع بمساحات كبيره، فبالتالي احنا لما بنيجي نكافح الحشائش النجيليه اللي هي بتبقى زي الزمر والصامه والفلارس، هنلاقي صعوبه في المكافحه. ليه؟ التماثل في الشكل المورفولوجي، هي بتتماثل معاه في الشكل المورفولوجي، فبالتالي صعب انك انت تتغلب عليها او ممكن تتعرف عليها في البدايات. فطبعا بتبقى اخطر فتره اللي هي فتره البدايات. ففتره البدايات دي فتره خطيره، وبالتالي صعوبه التغلب على الحشائش اللي هي بتتشابه مورفولوجيا مع نفس المحاصيل زي ما بشوف القمح والشعير وحشائش فيها شبهها دي اللي بتبقى صعبه قوي، صعبه جدا. ده كمان مش كده، ده احنا لما نذكر بعد كده في بالنسبه للتغيرات المناخيه بعد كده، ان الحشيشه دي بتسلك نفس المسلك او نفس المسار الضوئي للمحصول، سي 3 او سي 4. سي 3 مع المحصول زي القمح، الحشائش دي بتبقى سي 3. ايه سي 3 دي؟ دي يعني اللي هي مسلك او مسار الضوء ازاي. يعني احنا دايما بنقول ان النباتات اللي هي سي 3 اللي هو الاول منتج بنحصل عليه من عمليه البناء الضوئي. فعندك مثلا السي 3 دي المنتج اللي بنحصل عليه من عمليه البناء الضوئي، الاوكزال واسيتيك اسيد. فهو ثلاثي الكربون، مركب ثلاثي الكربون، فبالتالي احنا بنسمي دي النباتات دي سي 3. سي 4 بتبقى فوسفوجليسيريك اسيد اللي هو المركب اللي بنحصل عليه من عمليه البناء، فبالتالي ده رباعي ذرات الكربون. المركبين دول بناء عليه بنسمي النباتات دي سي 3 او سي 4. طيب لو احنا قلنا انهي اخطر
حشائش هنلاقي النباتات السي 4 اخطر في الـ 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 الانتشار، ليها قدره عاليه على الانتشار، ما تاثرش بالحراره، ليها قدره عاليه على امتصاص الميه، كفائتها عاليه في الاستفاده من الضوء والقيام بعمليات البناء الضوئي، استفاده عاليه من ثاني اكسيد الكربون، بالتالي زياده ثاني اكسيد الكربون هتزود من قدره هذه النباتات والحشائش على الانتشار، مش هتحد منها. هو النبات بيدي ثاني اكسيد الكربون فيكترها يعني. لا بتكترها. احنا عندنا مثلا لما تقول نباتات السي 3 والسي 4 لما ناخد الذره والقصب يعني القمح سي 3 وده مش عارف ايه كده معروفه يعني انت ما تقول الذره والقصب والذره الشام الذره الرفيعه دي من نباتات السي 4 مثلا زي نباتات القصب مثلا او الذره الشام، النباتات دي لها قدره عاليه على ايه القيام بعمليات البناء الضوئي والاستفاده من ثاني اكسيد الكربون. لكن النباتات السي 3 اقلهم في الاستفاده وقدرتها على المنافسه اقل، لكن في الفترات اللي جايه لما هيزيد السي 4 ثاني اكسيد الكربون حتى نباتات السي 3 دي هتبقى قويه المنافسه، فهم اثنين هيبقى لهم مسار واحد وهم اثنين شبه بعض في الشكل المورفولوجي، فبالتالي هتبقى ايه الحشائش دي اخطر في المنافسه. يعني التغير المناخي هيأثر سلبا على الحشائش على النباتات بالعكس، هو الحشائش ليها قدره عليه على التاقلم على كل الظروف المناخيه المختلفه. لما 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 هنشوف برضو درجات الحراره وتاثيرها، هل هي درجات الحراره هتاثر على الحشائش؟ لا ده بالعكس، في حشائش هيزيد المناطق بتاع الانتشار بتاعها، يعني بدل ما كانت مثلا في مناطق استوائيه او شبه استوائيه ارتفاع درجه الحراره هيزود انتشارها، فهتلاقيها ممكن تدخل على المناطق المعتدله فبالتالي هنا ايه بيحصل لها انتشار. درجه الحراره درجه الحراره العاليه مثلا هتجعل او تخلي الـ 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 النباتات او الحشائش بالذات تلجا ان هي ايه دورة الحياة بتاعتها تقلل من دورة الحياة، يعني انت عندك ضغط عندك ارتفاع في الحرارة هي بتضطر ان هي تقلل من تتأقلم من عدد دورات الحياة او ايام دورة الحياة بتاعتها، فبالتالي بيزيد عدد الدورات وبالتالي تدي كميات هائلة من البذور. لما الدورة مثلا كانت خلال مثلا شهرين، لا مثلا دورة الحياة بقت من خلال ايه شهر ونص، فبالتالي عدد أجيال أكتر عدد أجيال أكبر فبالتالي كم هائل من البذور اللي هتبقى لما تتخزن في التربة أو السيد بانك العالي لبذور هذه الحشائش في الأرض فبالتالي درجة الحرارة هنا بتعمل إيه؟ بتزيد استيطانها وبتزيد كمان إيه؟ قدرتها على إن تكون كم هائل من البذور في الأرض. الربط إيه يا دكتور؟ يعني أنا شايف الموضوع إن التغير المناخي ده بنتكلم فيه، انا يمكن اتكلمت فيه من اول حلقات العاده النباتيه لغايه النهارده، لانه بيترتب عليه اضرار كتير قوي للنباتات. الموضوع يبقى ازاي يعني ازاي بما يخص الحشائش؟ احنا بجزئيه الحشائش يبقى انا المكافحه المتكامله للحشائش انا بلجأ بالمكافحه المتكامله للحشائش من البدايه يعني ايه؟ يعني مثلا لما اجي ازرع يبقى الارض تحرق تماما، يتم وعمق وازاله الحشائش اللي هي زي ما ذكرناها دلوك المعمره دي، الحشائش الحيه المعمره دي اللي ممكن تنتشر وتعمل لي مشاكل انا بزيلها اول باول في اثناء عمليه الحرس، احرس اكثر من مره متعامده مرتين ثلاثه واشيل كل الايه الاجزاء المتبقيه من الحشائش دي، عندي الاعداد ده لسه انا. طب لما اجي كمان ازرع يبقى الزراعه باصناف تتحمل او قويه على الاقل تتحمل ايه الاصابه بالحشائش، يعني اول حاجه الحرث العميق والتخلص ورأسي وافقي والتخلص من ايه بقايا الحشائش اللي هي اشيلها وارميها احرقها ما ارميهاش وبس احرق، لان الحشائش المعامره بالذات ممكن تتكسر لي باجزاء من هذه ايه الحشائش، الجزء منها ممكن يتكسر انت بمجرد النجيل مثلا بمجرد اني بحرته او اعزقه ولمه انا عامل ان انا تخلصت منه، لكن هو مع وصول الميه للنجيل الجاف الناشف ممكن يعاود الايه النمو مره اخرى ويبقى اكبر من الاول، تبقى المساحه اكبر من الاول.
فبالتالي هنا من البدايات، من البداية استخدم صنف قوي لي قدرة على التحمل. ما فيش تعقيم تربة يا فندم، يعني مثلا لا لا الـ 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 يعني انا حرست مثلا كذا حرسة وممكن اروح راوي ومعقم التربة سايبها مثلا فترة معينة كثير من الحاجة، ممكن تقليل لي كم في المية من اولا انت عارف ان عملية التعقيم دي بتأثر على كائنات الحية الاخرى، يعني فيها ضرر تاني، فيها ضرر تاني. بالاضافة لكده ان عملية التعقيم محتاجة لأدوات وآلات عشان عملية الحقن، ومحتاجة كمان لمواد، المواد انت عارف المواد الكيميائية بتبقى غالية، محتاجة بكميات كبيرة. فبالتالي ده أولا بيئيا وتكاليف، هتبقى فيه تكاليف زيادة. وإلا الناس كانت ممكن كله كان عاملها قبل كده، ولكن برضو هي زي ما قلت لك أنا التوازن البيئي والبقاء، يعني احنا مش ممكن نتغلب عليها بسهولة الحاجات دي، زي ما كان بيستخدموا الميسيلين والإيسيلين في عملية التعقيم. ممكن تعقم بس ايه دي تبقى مساحات صغيرة، يعني زي ما قلت لك الحاجات دي مكلفة ومحتاجة آلات برضو مكلفة لعملية ايه الحقن. يعني حكاية الحقن دي او التعقيم دي مسألة مش مناسبة بيئيا، لان بقول لك انت بتخلص من كل الكائنات الموجودة الكائنات المفيدة في التربة، فهي بيئيا مش مناسبة، وكمان هي محتاجة للتكاليف. ولكن انا بقول لحضرتك احنا عندنا المكافحة المتكاملة، الاخذ باكثر من طريقة للوصول الى ايه مكافحة الحشائش. يعني زي ما قلنا لما تجي اول حاجه العزق، الحارت الجيد، لما اجي استخدم تجاوي، التجاوي تبقى نظيفه خاليه من بذور الحشائش. يعني انا بشوف معظم الناس اللي هي بيستخدم تجاوي المزارع اللي زيه كده بيشتريها من المحلات، لا ده بيشتريها، ممكن يشتريها من المزارع، بيشتريها من المزارع. في تجاوي بتبقى من المزارع، التجاوي اللي جايه من المزارعين دي بالذات لابد ان تتغربل جيد، ما استخدمهاش مباشرة، لأن هي بتجيب لي كميات كبيرة من بذور الحشائش، تساعد على انتشارها في المناطق الجديدة كمان. نقل التربة، نقل التربة زي ما قلنا ده كارثة، خطير في المناطق الزراعية المنزرعة حديثا، يعني الجديدة دي روح بص فيها بقى تلاقي كله مناقل تربة، وناقلها تربة من فين؟ المفروض ما يحط بقى فيه جبس ويدفنها في الأرض وبتاع وحاجات كده، لا هو في البدايات بيبقى ناقل التربة مباشرة كده، ما بيحطش حاجة، هو بيجيب التربة مباشرة عشان الأراضي، أنت عارف أراضي رملية محتاجة للتربة، فبيجيبها من جوانب الترع والمصارف. جوانب الترع والمصارف دي فيها كميات كبيرة من الحشائش، أجزاء وبذور حشائش كانت خطيرة، فبالتالي تعمل لك مشاكل، مشكلة، وتنقل حشائش كمان خطيرة زي ما قلنا. احنا نوقف هنا عشان معانا مداخلة، أستاذ ياسر من الغربية. ألو. أيوة أستاذ ياسر. يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا سعادة. دلوقتي أنا عندي عليق في الغلة يا باشا. عندك إيه؟ عليق في الغلة. عندك عليق في الغلة. إيه الغلة؟ قول له إيه الغلة اللي بزرعها؟ إيه الغلة اللي أنت زارعها؟ ساخة 95. إيه؟ ساخة 95. نوع الغلة ساخة 95؟ وعندك علاق فيها؟ طيب. يا دكتور عنده علاق في عسل الغلة الأرض طينية ولا رملية؟ بيستخدم لا هو في الغلة، يعني في القمح مش كده؟ القلة اللي هو القمح مش كده؟ الغلة الغلة عندك قمح صح؟ أستاذ ياسر زي. إيه؟ قمح. أنا مش سامعه بتقول إيه؟ اطفي التلفزيون من فضلك والنبي، كلمنا من السماعة واقفل التلفزيون. بقول لحضرتك الغلة فيها عليق. الغلة دي قمح اللي عندك؟ قمح يا بيه. جميل قوي، فيها عليق. طيب اسمع الإجابة من الدكتور. أنا ما أعرفش هو زارع إمتى. طيب زارع إمتى؟ أنت زارع إمتى؟ أستاذ ياسر. طب هو خرج، ماشي يا فندم. هو عنده بس بيستخدم مبيد الفولدكس، في مبيد اسمه الفولدكس. مبيد اسمه ايه؟ فولدكس، بيستخدم للحشائش العريضه ومنها العليك. ده بيستخدم ب 35 ايه؟ مبيد اسمه فولدكس؟ 35 فولدكس؟ فولدكس. بيستخدمه للحشائش، وهو بيشيل حشيشه العليك. يعني هو بيشيلها كده؟ لا هو بيترش على المحصول. بيترش على المحصول. فليه تأثير على حشيش العليك.
وبيد اسمه الفولدكس ده. طب جميل. الحشائش العريضه للقمح يعني ده الفولدكس ترشه وانت بتتعامل مع الحشيشه زي العلاج. عندنا عبد الحميد من الدقهليه. عبد الحميد السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. والنبي انا زارع بصل. ايوه. جاب الشتلات من واحد. ايوه. فالشتلات انا زرعت الارض. جميل. البصل طلع سكران كده مفيش نمو خالص. البصل طلع سكران؟ نعم. البصل طلع ايه بتقول؟ ضعيف. ما يعني مفيش نمو له خالص، فهو تقريبا كان راشش مبيد للحشايش. ايوه. اعمل ايه للبصل حضرتك علشان يبقى فيه نمو له؟ طيب هو دلوقتي رش مبيد للحشائش، هو ما يعرفش. فهو الظاهر واحد كان رش مبيد للحشائش والبصل عنده تعب. يعني المبيد تعامل مع البصل لانه حشيش ويعمل ايه؟ لا لا هو مش كده خالص. يعني اصل ده لو كان النباتات مرشوشه بمبيد ومؤثر عليك النباتات هتموت مباشره. لكن هو جابه وشتل. ممكن يكون عشان الظروف الجويه اللي غير مناسبه. يعني الموضوع مش خاص بحشيشة ولا لا يعني. لا مش خاص بمبيد حشائش. لو مبيد حشائش يبقى النباتات ميتة. لا يعني مش ضعيفة. لا مش ضعيفة. ضعيفة ايه؟ يعني ده مش يعني. وبعد كده ممكن يعني يشوف لها السماد مناسب. عشان يديها قوة. خلاص يعني نشرح مثلا بالاسمدة اللي هي المتكاملة دي. بالظبط شوف اسمدة متكاملة. معانا عبد العزيز من البحيرة. عزيز من كفر الدوار يا باشمهندس. عزيز اهلا بيك استاذ عزيز من كفر الدوار. سؤالك يا استاذ عزيز. دلوقتي انا عندي الارض خاليه، هو حارس الارض ومصطبه من زمان وطلع فيها عليق وحشيش تاني وهنزرعها جاره لسه. فنرش ماشي. الارض ولا نحرطها ونعزك على كده؟ لا ماشي. طيب اسمع الاجابه من الدكتور. خلاص ماشي يا دكتور. الحشايش اللي فيها دي حشايش معمر. الحشايش اللي فيها معمره. فبيستخدم لها مبيدات زي الجليفوسات. جليفوسات. أي مركب من الجليفوسات. طب جليفوسات ده قبل الزراعة ولا مع الزراعة؟ لا هو ما زرعش لسه. هو لسه ما زرعش. لا هو يرش ما دام طالع الحشائش. استخدم مبيد زي الجليفوسات بحيث انه يموت له كل الجليفوسات ده المادة الفعالة. مادة فعالة ما هتلاقيه بأسماء مختلفة. بأسماء مختلفة بس ده المادة الفعالة. تاتش داون هربازات راوند اب مجموعة من يعني هو ممكن تلاقي لي كذا اسم بس هو لما برشه أنا بيموت لي كل الحشائش اللي طالعة. وبالتالي ممكن يحرط الارض بعد كده ويبقى ايه مفيش مشاكل. ويزرع بس هي طبعا دي بتبقى ايه للحشائش اللي موجوده يعني الحشائش اللي طالع هو اللي هيأثر عليها الحشائش اللي طالع انما الحشائش المستخبيه مش هيقدر عليها. لا هو ليه في الحشائش اللي بيجابلها على طول مباشره. بيأثر على الحشائش مباشره لكن لسه هتطلع بزرع او لا مش هيأثر عليها بس فده هو المبيد ده للحشائش اللي هي ايه معمرة زي ما قلنا وهيخلصوا من الحشائش تماما يعني. جميلة. يعني احنا قلنا اول حاجة ان احنا بنعقم التربة اللي الحارة بتاعها حارة عميق. حضرتك قلت لنا قبل كده ان احنا لازم نروي ريا كدابة. ده في حالة بقى ايه؟ انك انت عارف تاريخ الارض يعني انت مثلا بتزرع قمح في الارض. وعارف ان الـ 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 الارض دي فيها مصابة بالانواع دي. بانواع الحشائش سواء كانت عريضة. او زومير او فلارس او صم الحشائش النجيلية. فدام هي عارف انت التاريخ وعارف ان فيها اصابات يبقى لما تيجي مثلا تزرع يا اما تزرعها قبل كده او تستخدم فيها دوره زراعيه بحيث اني ازرعها مثلا محصول زي محصول البرسيم. زراعه محصول برسيم فترات موسم واحد شتوي بيخفض لي من بذور الحشائش الموجوده فيها اللي هي حشائش سواء كانت نجيليه او عريضه. طيب لو انا عاوز ازرع قمح يعني لابد ان زراعه القمح يبقى لما اجي ازرع قمح يبقى هنا انا اعمل زراعه حراتي. زراعه الحراتي دي اللي هو انت بتروي الارض ولما تيجي تستحرص تبتدي ايه ترش القمح وتبتدي تزرع وتحرث. طيب العمليه دي امتى استخدمها؟ لما زي ما قلنا في وبائيه للحشائش وبتخلصني من حوالي 50% من الحشائش الموجود. لو انا عارف تاريخ عارف ان بيطلع الحشائش كذا انا زرعت السنه اللي فاتت وكانت عندي الحشائش اللي طالعه كذا وكذا عارف. طيب انا هقول لحضرتك مثلا اللي انا فهمته. انا دلوقتي بحرث حرت عميق خلاص قبل ما اجهز الارض. عارف ان في حاجه فاربو ريا كدابه. تمام. او قبل ما انا بعد ما حرقت ارش اللي هي المبيدات الارضيه اللي قبل الزراعه. ماشي. ده كان السبايلوسايد مثلا لو حاجه زهره يعني جليفوسايد زهره عندك مثلا. لا مفيش حاجه زهره.
لا لا ما تترشش بقى. لا مفيه هو مفيه هو ما قال ايه بقى؟ قال انا لا مش عليه هو. هو قال انا رويت الارض والارض كان طالع فيها عليق وكذا 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 ولسه ما زرعتش. فبالتالي انا بعمل ايه؟ بترش ده بيقضي عليه. يقضي لا في طبيعي يقول لك في حاجات ترش قبل الزراعه، يعني مثلا انا حاطط الارض. لا دي بتبقى بقى مثلا ايه؟ بتبقى في بعض المحاصيل زي محصول مثلا البنجر، او تبقى في محصول خاصه بمحاصيل معينه. لا مش مش لكن القمح هذا معظم الحشائش او مبيدات الحشائش اللي بيستخدم في القمح هي بوست، اللي هو بعد ما بيطلع نبات بعد ما بيزرع بيطلع طلوع ظهور نباتات القمح. طب ما في ناس كتير قوي برضو بتسالنا اسئله انا مبقاش عارف اجاوب عليها. تقول لك والله انا رشيت المبيد الفلاني وكان في الزرع واتحرق. وخبر حضرتك الزرع اتحرق، يعني المبيد اتعامل مع النبات على انه حشيش. يبقى احنا هندخل على حته بنسميها ايه بقى؟ ما يراعى عند استخدام مبيدات. جميله. وايه هي بقى يا فندم؟ ايه ما يراعى؟ لا انا عايزين نمشي. احنا هقول يعني انا هقول لحضرتك احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا لا ما خلاص انا ماشي ماشي. بص من ضمن المراعاه ما يراعى عند استخدام مبيدات الحشائش عند الاستخدام بتاعها. اول حاجه ان ان كل محصول ليه مبيد معين، يعني مش اي مبيد اجيبه واستخدمه فيه. هيلاقيه في العلبه فين؟ مش اللي بلاقيه في العلبه بيبقى مكتوب عليه على البطاقه الاستدلاليه للمبيد مكتوب عليه مكتوب ان المبيد ده يستخدم في كذا، في محصول كذا، في الفتره كذا، في ميعاد كذا، بمعدل فما كذا. تستعملش اي مبيد. تستعملش اي مبيد لو استخدمته تيجي بعد كده تسالنا. تستخدم اي مبيد معناه انه اصل كل حته مبيدات الحشائش دي وحساسيه المحاصيل ليها ده موضوع كبير قوي، فانت لو استخدمت مشاكل كتير. استخدمت اي مبيد هيحصل لك مشاكل ماشي. فلا بد ان المبيد تجرى عليه تكون موجوده عليه بطاقه استدلاليه مكتوب عليها انه يستخدم في محصول كذا ومعدل كذا كذا. فدي دي اهم حاجه. يبقى من البدايه اراعي او ابص على المبيد. واحنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده واتكلمنا فيه في اكتر من حلقه يعني. وقلنا ان المعدل استخدم المعدل المناسب. ما تكترش بالمعدل. ما تكترش. لو والمعدل ده بيختلف من محصول لتاني. وانت لو كترت او قللت من المبيد هيحصل ايه؟ لو انا زودت هيحرق المحصول. ولو قللت مش هيجيب نتيجه. مش هيجيب نتيجه يبقى كفاءه اقل. كفاءه. فهو يراعى المعدل المظبوط. لا زياده ولا نقص. طيب الميعاد المناسب. لما اجي استخدم مبيد استخدمه في الميعاد المناسب. يعني في ناس بمعظم الناس مش كل. معظم الناس بتيجي تقول لك ايه؟ انا زرعت قمح وعدى على القمح شهرين استخدم مبيدات ايه؟ ما استخدمش خلاص. معظم مبيدات الحشائش بترش او يتم استخدامها في الفتره الاولانيه من حياه النبات. طيب يعني في الشهرين الاولانيين ناخد الميعاد وبعد لو هو فات ورش المبيدات ما يستعملش. تمام. طب معانا مصطفى من الشرقيه. حضرتك انا عندي ايوه مصطفى معاك. حضرتك انا عندي البنجر في دود والجو سقع دلوقتي، هل السقعه دي تموت الدوده ولا اصبر شويه؟ لا مش برضه مرشش لان انا شفت قبل كده ثلاث مرات وفي دوده برضه. لا احنا بص السقعه دي تموت الدوده وتموت عند بعد على ايه الدوده دي؟ ما هي بص يا حاج مصطفى ليها مبيدات. اولا الدوده دي انا ما اعرفش اني دوده، دوده البنجر ولا دوت ورا القطن ولا اني دوده؟ البنجر. في البنجر خلاص. ما انا يا فندم ما هو البنجر ده ليه كذا دوده اليرقات، واخد بال حضرتك؟ اولا الساعه مش هتموت دود. لابد ان تجيب المركب. يعني الساعه مش هتموت دود، ممكن الحشره الكامله تبقى تخش في دور سكون، انما الدوده متخبيه جوه ومتكيفه وعايشه بجو تمام ومش هيموت دود. وبعدين انا عايز اعرف، ما نسمعني بس، انا عايز اعرف الدوده دي عباره عن ايه. فحضرتك على صفحه البرنامج او على الواتس تصور لي الدوده ديت او في البنجر وانا هقول لك دي دوده ايه بالظبط وعلاجها ايه. شكرا يا حاج مصطفى. معانا الاستاذ عامر. اهلا وسهلا. اهلا بك يا فندم. تحت امرك يا استاذ عامر. لو سمحت يا دكتور، بالنسبه لدواء الحشائش بتاع القمح ينفع نضيف دواء العريضه مع الدواء بتاع الزمار؟ طب ماشي ماشي جميل قوي. وعايز اضيف مبيدين حشائش مع بعض. الاكسيال مثلا بنضيفه مع السنكور. الاكسيال ده للزمير والسنكور ده للعريضه. طيب بنضيفه مع بعضه ينفع ولا ممكن يفسد بعضه؟ طب اسمع الاجابه يا دكتور. احنا هنقول الاول ماشي. اولا يعني السنكور
من المبيدات اللي كانت قديمه قبل كده وكانت بتستخدم من فتره، ولكن في مبيدات اتلغى يعني اتلغى، في مبيدات جديده جت عريضه بالنسبه للقمح زي جران ستار والجيروستار والفولدكس والمجموعه كبيره والبرومينال. انت بتأيد يا استاذ عامر؟ والبرومينال والبرومينال دي مبيدات جديده وموجوده وتستخدم في الوقت الحالي. طيب بالنسبه للحشائش الضيقه برضه ليها مبيدات زي ايه؟ زي التوبك وانواعه المختلفه اللي هو بيستخدم معدل الخلط مثلا. انا هقول لحضرتك ففي الحشائش العريضه من البدايات بترش امتى؟ بترش يا اما خلال 21 او 21 يوم لغايه حدود شهر من عمر النبات. من عمر النبات دي العريضه ده مواعيد. طيب مواعيد الحشائش الضيقه بقى اللي هي زي ما بيقول هو إيه مثلا اكسيال او غيره ده خلال 15 يوم او بعد او خلال 15 يوم من ريه المحياه. يعني شوف هو روى المحياه امتى؟ روى المحياه مثلا بعد 20 بعد 25 يوم وكمان ومعاه 15 يوم. ده واضح انه مش عارف. لا لا انا اقول ده تطبيق غلط. طيب لما انا ارش حاجه للزمير وحاجه للعريضه، الزمير ده بيطلع على عروات مختلفه فممكن يطلع لك بعد 45 يوم. فكأنك هنا ما رشيتش حاجه. يبقى انت لما تيجي ترش المبيدين دول، اولا انا بقول بس لسه ما اتكلمتش عن الخلط. لما اخلط المبيدين دول وارشهم مع بعض يبقى انا في عروه هتطلع من الزمير انا مش هقدر اكافحها. جميل. فبالتالي انا استخدمت مبيدين لكن اثرت على العريضه وما اثرتش على ايه؟ كل الضيق. لان انا ممكن اثرت يقللوا من كفاءه بعض يا فندم؟ ما هو ده اللي حصل برضو. احنا دايما لا نوصي بعمليه خلط مبيدات الحشائش مع بعضها الا اذا الشركه كاتبه ان المبيد ده يتم خلط قابل خلط، لكن غير كده ما بعملش. لان هو انت لما بتخلط مبيدين او مادتين مركب مختلفين ما ينفعش، هتطلع منهم ماده ثالثه انت ما تعرفش تاثيرها، ما تعرفش فما ينفعش. فما ينفعش زي ما قلت لك الاول، لان انا هخسر مبيد وحاجه الثانيه لان انا ممكن ما اعرفش التركيبه دي تديني ايه بعد كده. يعني ما ينفعش لاسباب كتير كمان. ده وده مش كده، هو ده جاب حته برضو ان احنا بنشوفها خلط مبيدات الحشائش مع مبيدات الامراض. لا احنا اتكلمنا قبل كده انه ما ينفعش. ما ينفعش تخلط مبيد حشائش مع اي مبيد حشري تاني. ومع السماد ورقي او ولا اي حاجه، مبيد الحشائش يترش لوحده بس. احماض امينيه كنا اتكلمنا على الموضوع ده. طبعا هديك مركبات تانية ممكن تؤثر تؤثر سلبا على المحصول الاساسي. تمام. طب معانا محمد من المنوفيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك حبيبي. عندي استفسار بس بعد اذنك. تحت امرك عبد. تحت امرك. اتفضل يا باشا. لو سمحت يا دكتور عبدو، انا هزرع ان شاء الله فاصوليا في اول شهر 2. فاصوليا؟ ايوه. فحرقت الارض وخدمتها وكل حاجه، فعايز ارش مبيد حشائش الاسطوم. الاسطوم؟ اسطومبا. قبل الري. قبل الري على طول، وهزرع بعد 15 يوم من الري. هل ينفع ولا ياثر على ال لا لا لا, لا 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 هو احنا بنستخدمه. اسمع لي جماعه. بنستخدمه برضه يعني انت بعد ما تزرع، بعد الزراعه وممكن قبل الزراعه، يعني انا ممكن ارش المبيد قبل الزراعه. ممكن على الارض يعني. على الارض مع ميه الري. ليه؟ لان الاسطمب لما بينزل بيموت لي ايه؟ بذور الحشائش. الماده الفعاله ايه الاسطمب؟ مش هي الايمكس والحاجات دي؟ بنديميسيلين. ايه؟ بنديميسيلين. بنديميسيلين. لا انا لما بستخدم بقول لك المبيد ده فهو بيقضي لي على ايه؟ على البذور، على الحشائش اللي طالعه او اللي هتطلع سواء عريضه او ضيقه. ممكن بعد كده ازرع. ماشي؟ يزرع قد ايه يا فندم؟ على حسب الظروف الارض. انا ممكن ازرع. لا هو النهارده رش مبيد. ممكن ازرع بعد اسبوع مثلا. بعد اسبوع مثلا. لكن هو يفضل ايه؟ ان هو يزرع ويغطي البذره تماما وبعد كده يرش المبيد. يعني يزرع وبعد كده يرش المبيد على الارض. ويرش المبيد بدون ما يروي ري معاه. يروي بعديه. يروي بعديه وبعد كده يرش المبيد. لا هيزرع ويرش المبيد على الارض الجافه وبعد كده يروي بعديها على طول. ايوه على طول مباشره. ده الصح. ايوه. والمبيد اللي هو زي ستومبا. يبقى انا كده زرعت واستفدت كمان من ايه؟ ده بالنسبه للفاصوليا. الفاصوليا واستفدت من المبيد. طيب ماشي. شكرا يا استاذ محمد. طيب احنا قلنا المكافحه الطبيعيه وقلنا حاجات ان كل مبيد وله انا برجع مع حضرتك اللي حضرتك املتنا بيه يعني قلت لنا عليه. كل مبيد وله محصول.
وده يشوف. ممنوع خلط المبيدات الزراعيه او الحشائش مع بعضها. ممنوع خلط المبيدات مع مبيدات الحشائش، مبيدات الحشريه مع مبيدات الحشائش. تمام تمام. وقلنا العزق وخدمه الارض الجيده ده من اساسيات مكافحه الحشائش طبعا، واحنا ناخد بقاء الحشائش دي كلها لان الحشيشه بتتكاثر باكثر من طريقه ونحرقها بره. تمام صح كده. تمام استخدام قلنا ايه في معانا محمد من الشرقيه. طب نكلم في محمد ناخد المكالمه دي ولا اتفضل اتفضل. طيب يا استاذ محمد. استاذ محمد ايوه السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ سلام عليكم. أيوة اتفضل اتفضل. ماشي لو سمحت، انا زرع قمح من الشرقيه. ايوه انا عارف. زرع قمح ولسه مش حيته، زرع تخضير. زرع قمح وايه؟ تخضير. زرع قمح تخضير. تخضير هو بعد يعني بعد رؤية المحياة. ايوه ايوه ماشي. فطلع فيها طبعا، انا عملت تخضير وكان فيها حشايش زمير وزرعت الارض، وبرضه بعد ما زرعت مش خلص يعني، برضه في نسبة برضه يعني ممكن النص او اكثر من النص. زمير ولا زربيح؟ زمير. بص طب ماشي، انا هجاوب. طب اسمع الاجابه من الدكتور. هو زي ما ذكرنا عمليه الزراعه الحراتي دي، اللي هو انت بتزرع كنا الارض بعد ما ترويها وتطلع بذورها وتطلع حشائش، فهو بيقول لك المكافحه بتوصل فيها 50%. ولكن ظهور الحشائش بعد كده بتبقى نسبتها اقل شويه. يعني هو لو لقي مثلا حشائش زي الزمير وغيره، يا اما لقيها خفيفه يستخدم فيها النقاوة اليدوية. طيب ما قدرش يستخدم النقاوة اليدوية ولقي ان الكثافة اعلى شوية، يبقى يستخدم اي من المبيدات اللي ليها قدرة على ايه ان 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 تشيل الحشائش الضيقة، زي ايه؟ زي التوبيكو والتراكسوس. طب مكتوب عليها بتاعت حشائش ضيقة، مكتوبة على الأدوية. مكتوبة. وهو بعد كده احنا لما يكون معانا نشرة زي كده، واحنا دلوقتي بنوزع النشرات دي على مديريات الزراعة في الندوات، سواء كانت ندوات حقلية بتتعمل في محصول القمح أو في المدارس الحقلية بتعمل. أنا ما خدتش نصر فكرني ناخد حاضر. بس أحمد من الدهلية. أستاذ أحمد السلام عليكم. أيوة أستاذ أحمد تحت أمرك. زي حضرتك يا دكتور. أهلا بيك حبيبي. تفضل. بالنسبة لحشائش البصل يا دكتور لو سمحت. تمام. الرفيعه والعريضه بالنسبه للبصل. تمام معاك. بعد كم يوم والفدان ياخد كم الكامل الملوى يعني؟ معلش. تمام طيب اسمع. بعد زراعه البصل وطلعت عنده حشائش عريضه، استخدم مبيد اسمه الايكوبارت بمعدل 200 سنتي للفدان. بعد 21 يوم من ايه؟ من الزراعة. من الشتل. شتل البصل يعني، اول ما يزرع بعد الشتل بعدها ب 21 يوم يستخدم مبيد الايكوبارت. ده بالنسبه بيشيل له كل الحشائش اللي هي ايه؟ عريضه. وطبعا احنا لما بنذكر مبيدات ونقول المبيد ده يستخدم في كذا او كذا، المبيدات دي بيتم تجريبها عندنا في المعمل المركزي لبحوث الحشائش تحت مظله لجنه مبيدات الافات الزراعيه. طيب المبيد ده بيتجرب في اكثر من محطه من محطات البحوث بالاضافه للجامعات. ولما بيثبت كفاءه المبيد احنا بنقول ان المبيد ده يستخدم في كذا. فعشان كده لما باجي اذكر بجيب التوصيات بتاعت اللجنه وبحطها في منشور زي كده عشان اسهل على الناس ازاي ايه هي الحشائش وايه المبيدات اللي ممكن تستخدم بسهوله. فاحنا بقول لحضرتك لو عنده بصل وظهر عنده حشائش عريضه بيستخدم الايكوبارت. طيب عنده حشائش ضيقه بيستخدم اكثر من مبيد ما يسمى بالجالنت سوبر، استخدم الجالنت سوبر بمعدل 200 سنتي للفدان بعد برضه 21 يوم من الزراعه. السؤال بقى اللي انا عايز اساله، هو عنده ده وعنده ده، انا استعملت الايكوبارت ماشي خلاص، هل تاني يوم ممكن استعمل المبيد التاني؟ المبيد التاني اللي هو بتاع الحشائش الدقيقه. ايوه تاني يوم. تاني يوم بس ما يبقاش في نفس اليوم. بس هو زي ما قلنا احنا مش معناها في نفس اليوم، هو النبات عشان ارشه بمبيدات بيحصل له اجهاد. فانا ما رشيت مبيد النهارده، بعد كم يوم ارش مبيد تاني. لكن يعني مثلا ما اجهدش ممكن بعد 5 ايام مثلا او بعد 10 ايام او بعد اسبوعين. بعد اسبوع ماشي يعني، بعد اسبوع لكن مش على طول مبيد ورا مبيد. في حاجه تاني، انا ممكن استخدم مبيد زي اسمه الجول F4. الجول هيجيب لي اتنين مع بعض، يجيب لي العريضه
ويجيب لي الدايجه وبستخدمه بمعدل 400 سنتي الفدان برضه بعد 21 يوم من ايه من الشتل. هو ان شاء الله باذن الله انا هجيب التوصيات ديت ونحاول نكتبها بطريقه معينه كده واحطها على صفحه البرنامج على الفيسبوك بحيث اللي عايز يطلع يطلع عليها. وبرضه احنا يعني التجارب اللي انتم بتجربوها او اللي انتم بتنفذوها لو ظهر مشاكل برضو احنا بنستقبل رسائلكم. تمام. معانا ايمن من البحيره. استاذ ايمن عليكم السلام. السلام عليكم. والنبي عطيتك على اسال بس على حشائش الغله في اللب السوبر. سمعت سؤال دكتور؟ حشائش الغله في اللب السوبر. في اللب السوبر؟ لا هو بالنسبه لل بعض المحاصيل يعني احنا توصيات دايما توصيات دايما بتبقى خاصه بالمحاصيل الاستراتيجيه. يعني توصيات مش لما مش شامله اللب السوبر. لا اللب السوبر ده احنا دي مبيدات بتبقى تحت التجريب لسه يعني احنا بنجرب لان احنا في الفترات الاخيره دي عملنا ايه بقى لقينا ان في بعض المحاصيل لها توصيات اللي هي المحاصيل الاستراتيجيه الاقتصاديه الكبيره وفي بعض وفي محاصيل اخرى اللي التوصيات لسه ما لهاش توصيات وبنتسائل فيها زي كده. فاحنا طبعا كنا اتكلمنا مع لجنه المبيدات الافات الزراعيه واستاذنا الدكتور محمد عبد المجيد مشكورا وصوا الشركات ان هي تقدم مبيدات للمحاصيل الصغيره اللي هي بتزرع في مساحات صغيره عشان ناخد ليها توصيات. من ضمنها ده اللي هي مثلا ايه لا هو في الحالات اللي زي دي طبعا انا عارف حضرتك بحكم مدير معمل لبحوث الحشائش ما تقدرش تقول اي توصيه غير لما تكون اوريدي بقت دوكيومنتد مجرد انما في بعض الاساتذه التانيين برضه بيقول له يجي يعمل والله الموضوع ده انا ما جربتوش انما انت جربه على مساحه صغيره المبيد ده ما احنا وشوف النتيجه وقول هنا ما احنا بص حضرتك انما ما بتبقاش رسمي يعني اقول لحضرتك حاجه انا ممكن اقول له مثلا استخدم مبيد كذا لكن ممكن يروح يستخدم المبيد ويستخدمه غلط ويرجع يقول لك والله الدكتور عبد الله عبده قال لي يعني مثلا لما نذكر كلمه ايه مثلا لما نذكر كلمه جليفوسات اي جليفوسات ففي ناس تعمل ايه تاخد المبيد وروح تستخدمه على المحصول مش هو ده المحصول لا وتستخدمه على المحصول والحشيش جليفوسات دي مبيدات بتشيل كله فلا هو التوصيات ما لهوش هو توصيات في الوقت الحالي بالظبط فده مش موجود انما يعني مش موجود في الخطه انما لو قدرت تجرب حاجه وجابت معاك نتيجه لا هو انا ممكن اقول له مثلا جرب مبيد مثلا الستومب مثلا جرب الستومب مثلا ولكن ممكن بعد كده يحصل مشاكل بعيد عن مسؤوليته بس على حته صغيره يعني جرب على حته صغيره لا احنا دايما بقول لي التوصيات بتبقى خاصه بالمحاصيل بالظبط كده اللي بتزرع في مساحات كبيره وفي بعض انما لو هو مثلا حاجه الصب دي جرب حته صغيره احنا بنقول لحضرتك ايه بقى احنا في الفترات اللي جايه بقى بنحاول نطلع توصيات لبعض المحاصيل الصغيره نوسع الدايره شويه بالظبط جميل معانا سعيد من الشرقيه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك حبيبي. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب وسعاده. انا زارع بطاطس امبارح صيفي. بطاطس صيفي زراعها امبارح، ممكن اجرب حامض في الفريق البطاطس؟ يعمل ايه؟ انا مش سامع. اجري عليها بحامض تغري؟ اجري عليها بحامض فوسفوريك. يجري عليها حامض فوسفوريك. حامض فوسفوريك ده مش مبيد. انا مبيد ايه ده بقى؟ اجري بحامض فوسفوريك؟ لا مش مبيد. لا حامض فوسفوريك ده مش مبيد. احنا انا بتكلم لا ما هو مش مبيد. ده تسميد. اتفضل يا اتفضل. اتفضل ايه؟ حضرتك اللي اتفضل. مش هتقول اللي انت عايزه حضرتك. لا بقول لك حامض فوسفوريك مش مبيد حشائش. ده تسميد. تسميد بالاحماض. ما انا عارف كده وعلى البطاطس ما تاخدش مبيد حشائش، انا بتكلم على الفكره انك بعد ما زرعت البطاطس عايز تحط ايه؟ زرع امبارح عمال اجري، ممكن اديها حامض فوسفوريك؟ حامض فوسفوريك لايه؟ للارض يعني مثلا؟ عايز يسمد يسمد بالاحماض اسمد بيها يعني انا بس اغامر اصلا، ممكن احط السماده حامض فوسفوريك مع الميه؟ لا وانا ما انا من يعني انا شخصيا ما انصحش بالتسميد بالاحماض في الاول. يعني التسميد بالاحماض مش في الاول في الاول ده غلط. ما فيش طب بعد قد ايه مثلا؟ لا التسميد بعد مثلا ما يكون عمر النبات مثلا شهر ونص كده نبتدي تبع يعني برنامج معين في التسميد بالاحماض. انما الشتلات وتسميد بالاحماض الموضوع خطر قوي لان لو زاد ممكن يضر الشتله. ايوه وده برضو مش ده بناء على اساتذه التغذيه.
انا بتكلم على ان انتوا قبل كده سمعت منكم وكلمتني حضرتك قلت لي ان لو الغله عايز يتخلف ما تعطش ودي حامد في الفريق للغله يعني راح طب برضه ممكن النبات كله زي بعضه. لا 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 كل نبات وله توصيه مختلفه. طب ساعات ممكن اجري وبعد 40 يوم او 35 يوم انا مش عارف ايه تغري دي انا بجري بجري على الارض يعني يجري على الارض يعني تجري بعد ما اجري على الارض انا بس اغامر بعد ما اجري مثلا بعد 15 يوم او 20 يوم المايه الثانيه هتبقى بعد 15 او 20 يوم ممكن ادي حامض مع المايه الثانيه. لا الحامض بعديها بشهر ونص كده شهر ونص بالظبط انما شهر ونص او اكتر من كده بشويه انما في البدايه ما تسميتش باحماض يعني لان التسميد بالاحماض ليه يعني هنعمل حلقه بعد كده على التسميد بالاحماض ده لانه ليه موضوع مختلف قوي. شكرا يا فندم. معانا شعبان. ايوه يا باشا بس اديني الخط شعبان. ايوه يا شعبان. ايوه يا دكتور. ايه ايوه ماشي. لا اقفل التلفزيون وسمعنا مش سماعه يا شعبان. شعبان اقفل يا حبيبي التلفزيون وسمعنا من السماعة. ايوه معايا اقفل التلفزيون اقفل التلفزيون او وطيه وسمعنا من السماعة. يا دكتور. ايوه يا حبيبي. معاك. عليكم السلام ورحمة الله. عايزين نسأل على حشائش السعد في البصل يا باشا. السعد في البصل؟ حشائش السعد عموما بدلانا خالص ومش عارفين نعمل فيها ايه. ايوه في محصول البصل والمحصول ايه؟ حشائش السعد اللي بتطلع في الغله وتطلع في البصل وتطلع في الارض الزراعيه. عايز السعد عموما. طيب هو عايز يسال على مكافاه السعد عموما يعني. بص حضرتك في بعض المحاصيل زي البطاطس والذره والقطن ومجموعه من المحاصيل ليها توصيات للسعد. زي يعني بيختلف زي البصل يعني طريقه البطاطس مثلا هنلاقي البروند البروند بيستخدم 25 جرام في الذره الشامي بيستخدم الانبول ل 25 جرام لمكافحه الحشائش السعد. هو دلوقتي عايز ياخد السعد على كل المحاصيل واحد ده لا مش بيختلف واحد. طيب لو انت عندك مشكله فانت ممكن تروي الارض وتطلع السعد وتستخدم اي منبوذات الانبول البروند الشيتو يعني دي توصيه عامه ان انت لو عندك سعد اروي الارض هيطلع لك السعد استعمل اي مبيد المبيدات اللي هي ممكن تتخلص منها او ممكن اي مبيدات اللي هي بتاعه السعد زي البروند زي البروند الانبول في شيتو بس طبعا دي بتبقى ليها محاصيل خاصه او في مشكله كبيره ممكن استخدم مبيد زي الجليفوسات بيشيل كل الجليفوسات هو ده العام بس لما بستخدمه بتكون الارض ايه ما فيهاش غير السعد خاليه من المحصول ماشي تكون خاليه من المحصول فيها السعد بس هو مبيدات الجليفوسات دي بتشيل كل حاجه فلو انا بستخدمها وفي محصول هتاثر على المحصول يعني هو دلوقتي بيسال على السعد عموما في كل المحاصيل فنقول له لو انت اي محصول ما فيش كل محصول له مبيد لو اي محصول يبقى اروي الارض هطلع لك سعد حط المبيدات اللي هي جليفوسات بالظبط مش كده او يستخدم اي من المبيدات دي اول المبيدات اللي احنا نقول عليها الامبول والشيتو والحاجات دي والبروندو والبروندو كده تمام ماشي شكرا يا شعبان. طيب احنا قلنا دلوقتي يعني في برضو يعني الاسئله اللي جات لنا النهارده الساده المستشارين مختلطين واخد بال حضرتك مختلطين اما اما يخلطوا مبيدات ببعض او يحط مبيد على حاجه تاني فبقاش عارف فاحنا ان شاء الله هنعمل توصيه كده انا هجيب النشرات دي ونبتدي نفرغ وننزلها عادي وننزلها على صفحه البرنامج تمام. معانا رمضان منين؟ من البحيره. من البحيره. ايوه يا استاذ رمضان الله يخليك يا دكتور. انا والله هنسال سؤال يعني محدد هنزرع مكان الغل جوه مكان القمح جوه يبقى له دواء للحشائش الجوه. عايز تزرع قطن بعد القمح؟ بعد القمح له دواء للحشائش. ايوه يعني ايه يعني؟ ما انا مش سامع برضه يعني انت دلوقتي كنت زرع قمح. واحدة انت هتزرع قطن بعد قمح ولا قمح بعد قطن؟ قطن بعد قمح. قطن بعد قمح تمام. ما ليه مبيدات القطن ليه مبيداته القطن ليه مبيداته زي الامكس للحشائش العريضة والضيقة
استخدم الامكس بمعدل 2.5، او بستخدم لو عندي مثلا حشائش عريضه ضيقه استخدم حاجه اسمها البانتيرا. البانتيرا ب 200 سنتي للفدان دي في حاله الحشائش الضيق. يبقى انا عندي يا اما استخدم الامكس واما استخدم البانتيرا لو حشائش اي حاجه من الاثنين. الامكس لو انا استخدمته بدي بعد منه بعد شهر عزقه للحشائش. يعني انا دلوقتي الامكس دي لاقيه قبل الزراعه تمام، وبعد شهر بعد ما استعمله ادي عزقه بالظبط. يعني احنا دايما بنقول ازرع وبعد كده رش وبعد كده روي. جميل. معانا موسى من المنيا. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك عايز ده ليه سؤالين صار قدام حضرتك ليه سؤالين؟ استاذ اول ممكن ارش مبيد الحشائش اللي هو مثلا للزمير او للعريضه بدل ما ارش على الموتور اسيبه مع الميه وانا بلقي؟ الحاجه الثانيه عارف ان طريقه يعني احسن تسميد للجامع اللوريا ولا نقطه المشادر؟ لا سيبنا دلوقتي اللي احنا بص احنا دي اخر مداخله هناخدها وخلاص مفيش وقت تاني اللي احنا نجاوب سؤالك. سؤالك دي بجيبه على صفحه البرنامج او على الواتس اللي هو التسميد. انما دلوقتي بالنسبه للحشائش ايه عايز تقول ايه؟ ممكن حضرتك بدل ما ارش الماتور اسيب المبيد مع الميه وانا بنزل مبيد الحشائش؟ بدل ما ارش الماتور على الجنب على الورق اسيبه بميه اسيبه مع الميه وما لا 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 بس ماشي 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 انا طب خلاص اسمع الاجابه. هو احنا زي ما قلنا ان مبيدات الحشائش بتبقى في القمح معظمها بوسط. معظم ايه؟ كل المبيدات بوسط يعني بعد خروج بعد الزراعه بعد الخراج. طيب هو هيرش هيرش لو رش المبيدات لازم تدخل عن طريق يستقبلها الورقه بتاعت النبات وبعد كده تاثر على حته معينه او بيبقى بالملامسه مباشره لو ترش على يعني الورقه. يعني مبيدات الحشائش في القمح بعد ما النبات يكبر عمره قد ايه؟ بتبقى باختلافات. يعني ايه مثلا؟ بتبقى ممكن من 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 15 لغايه 45 يوم. في من 15 ل 45 يوم في فترات. في استعمل مبيدات ايه يا فندم؟ في مبيد يترش بعد 15 يوم. هو ما قالش هو الحشيشه ايه؟ ما قالش. لكن لو مبيدات عريضه هتبقى خلال الشهر. مبيدات ضيقه هتبقى من بعد 15 لغايه 45 يوم. طيب لابد ان المبيد عشان ياثر يبقى تستقبله النبات او تستقبله الحشيشه وياثر في المناطق اللي هي بياثر فيها. يعني ينتقل وياثر. يا اما بيبقى ده بسميه مبيد جهازي او مبيد بالملامسه بمجرد اني لامس النبات خلاص يموت. لكن لو انا اضيفه مع الميه لا مش هيوصل وامتصاصه عن طريق الجذور. لا انا بقول احنا المبيدات الارضيه اللي هي بتترش قبل بعد الزراعه وقبل الري دي بيبقى ليها تاثير على ايه؟ على البادرات بتاعت البادرات الصغيره لكن المبيدات اللي احنا بنقول بوست لابد ان ايه؟ تترش على النبات نفسه. احنا طبعا في نهايه البرنامج واحنا برضو بنقول للناس اللي ما لحقوش يعملوا علينا مداخلات معانا مداخلات على صفحه البرنامج على الواتس العياده النباتيه وزيبوتوريكا الكلينيك اي اسئله وان شاء الله باذن الله في الصفحه هنحط جميع المحاصيل بالحشائش اللي بتطلع معاها بطريقه مكافحتها. في نهايه البرنامج بنشكر الاستاذ الدكتور عبد عبيد مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش. الف شكر يا دكتور. والنهارده طبعا كان يوم مفتوح لتلقي الطلبات وبرضو احنا بيجينا الاسئله بنحولها للدكتور عبده وبيبعتها لنا بنقولها لحضراتكم. طبعا في نهايه البرنامج بنشكر حضراتكم كثيرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونلقاكم مجددا في حلقه جديده من حلقات العياده النباتيه.